Opa, vamos! طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدرب العام لمنتخبنا الوطني السابق لكرة القدم كابتن الكبير طبعا كابتن طارق مصطفى. يا مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني سعيد. إحنا لم نلتقي منذ فترة. عشان كده أنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك أنا النهاردة. أسعد والله. هي الفترة اللي فاتت كلها كان غصب عننا لأن كان وجودي مع منتخب مصر مع كابتن حسام البدري كان في قرارات وكنت ملتزم بيها وان كابتن حسام كان مانع اي حد للظهور. لا والله. اه والله هو الوحيد اللي يطلع يعني ده كان قراره يعني. كان قراره وحتى لما كنا ساعات مره كده طلعنا او مرتين كان هو بيقول يعني بيقول نطلع ونقفل بقى على بعضينا ما نتكلمش تاني في حاجه. هو الكابتن حسام دايما بيحب الهدوء وبيحب ان ما فيش مشاكل تجيله من اي طرف يعني خاصه انا في البدايه كلام كتير طلع ومشاكل وبتاع طلع فعلا كلام ان كان فيه مشاكل فعلا بجد والله يعني خليك خلاص هي فتره وانتهت يعني وبتحصل. لا طبعا وانا حتى وانا كنت موجود كنت لما كنت بتسال كنت بقول كان في البدايه طبعا كان ايه نوع المشاكل يا ابو كباتن؟ هو كان نوع المشاكل يعني في البدايه انا لما الكابتن حسام طبعا اتحاد الكوره اللجنه الخماسيه ساعتها كلموني كان ليا الشرف طبعا ان انا اكون موجود طبعا في منتخب مصر ده شرف لاي حد ان هو خاصة ان انا كلاعب كمنتخب مصر كمان وكمان لما اكون مدرب كمان فدي حاجة واتحسبت لك طبعا طبعا الحمد لله والشكر لله حسبت لي والحمد لله انا من وجهة نظري يعني ان احنا كجهاز نجحنا يعني مع كابتن حسين احنا طبعا الحمد لله والشكر لله يعني فبالتالي كابتن حسام كان معاه الجهاز بتاعه وانا لما كلمني كابتن حسام ورحت قعدت معاه في اول اجتماع في اتحاد الكرة فكنت واضح وصريح معاه يعني قلت له يا كابتن حسام طبعا الجهاز كلهم جهاز محترم جدا الكابتن احمد ايوب الكابتن سيد معوض الكابتن ايمن طاهر الكابتن بركات طبعا قبلهم كلهم يعني اصدقائي ولعبنا مع بعض وفي ناس كتير جدا يعني انا لعبت مع بركات وسيد في الاسماعيلي فتره من الفترات بالظبط واحمد ايوب جاري يعني ساكن جنبي على طول وايمن طاهر معايا في النادي فالحمد لله الجهاز كله يعني علاقتي بيه كويسه جدا بس قلت له انا ليا طلب واحد بس عند حضرتك ان انا كطارق مصطفى يعني انا المدرب العام اللي بعد حضرتك يعني بالاقدميه يعني بالاقدميه بالخبره تمام حاجه كتيره فانا تمام. قلت حتى قلت لاحمد يعني يعني انا واضح وصريح يا كابتن مدحت انا دايما يعني وقلت لكابتن حسام يعني حضرتك انا اللي هكون موجود جنبك على طول على الدكه انا في المؤتمر الصحفي لو حضرتك مش موجود انا ابقى موجود حضرتك لو تمرين لا قدر الله في اي وقت من الاوقات مش موجود انا اللي بقود التمرين فكنت واضح وصريح عشان ما يحصلش كلام وشوشره يعني لا الوضوح مهم في الحاجات كده خاصه لما يكون اتنين مدربين عام صح ودي حصلت معايا قبل كده التجربه ديت مع كابتن طارق يحيى في المقصه في بدايه تدريب المقصه مع كابتن طارق يحيى وكان طبعا الكابتن محمد عبد الجليل طبعا كابتني طبعا فكان موجود وكان هو مدير فني وكان بعد كده مدرب عام فقلت له يا كابتن طارق انا لو حضرتك عايزني معاك انا برضو يا كابتن حسام ونفس الشيء اللي كابتن طارق قلت له انا قلت لكابتن طارق كده ايام طارق يحيى بالظبط فده يعني واتفقتوا على كده واتفقنا على كده ومشيت الامور على كده الحمد لله كان في الاول شويه خلافات بسيطه كده في وجهات نظر يعني عادي عادي جدا يعني في الكوره ولكن بعد كده الحمد لله مع الوقت بقى كابتن حسام اللي انت عارف يا كابتن مدحت
تعرف التدريب في الانديه كل يوم، فبتبقى انت متعودين على بعض، بنشوف بعض، بنمرن كل يوم، غير المنتخب كل فتره موسمي بالظبط كده. الفترات كانت بعيده بسبب كورونا، ربنا يبعد الوباء والبلاء عن العالم كله يا رب. فبالتالي كانت بالنسبه لنا كانت صعبه جدا، بس انا بشوف الحمد لله انا التجربه ناجحه جدا بالنسبه لي. استفدت من كابتن حسام البدري، بحترمه جدا على المستوى الشخصي طبعا، انسان يعني انا بشوف ان دايما كل حد انت بتتعامل معاه بتشوف جواه هنا ايه. صح. هو جواه هنا انا بصراحه لا ده هو شخص جميل محترم جدا، جداً. وسعيد بالشغل معاه بصراحه طبعا، وابن ناس وقلبه نضيف يا كابتن مدحت، ما عندوش الحته اللي فيها لقمه او خباثه. كابتن حسام ابو الرجوله بالظبط كده، عشان كده انا والله يعني بكل امانه الحمد لله سعيد بالفتره اللي انا اشتغلت معاه فيها. ان شاء الله تعود مره ثانيه، وجايات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عندنا تقرير عن ابو كباتن ونرجع تاني. طارق مصطفى هو أحد أفراد كتيبة نادي الزمالك ومنتخب مصر، فمنذ بدايته مع الساحرة المستديرة قضى رحلة طويلة بين الزمالك والاحتراف، فضلا عن التألق مع المنتخب الوطني تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجهري، كما حفر تاريخا مليئا بالإنجازات كمدرب، فكان من القلائل الذين حققوا نجاحات كبيرة خارج وداخل مصر. ولد طارق مصطفى في الأول من إبريل عام 1971، حيث بدأ مسيرته الكروية في بداية التسعينيات مع نادي أسوان، قبل أن ينتقل إلى الشرقية وجولدي الأندية التي تألق فيها ولفت الأنظار إليه، ليتعاقد معه نادي الزمالك موسم 95-96، ليبدأ رحلته حتى عام 99، المواسم التي قضاها يدافع فيها عن ألوان الفارس الأبيض. لعب طارق مع أندية الإسماعيلي وبتروجيت والجونة، فضلا عن خوض العديد من التجارب الاحترافية مع نادي نيوشاتل زماكس السويسري وأنقرة جوجو التركي. توج طارق مصطفى مع نادي الزمالك بأربعة ألقاب لكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والكأس الأفرو أسيوية والسوبر الأفريقي. المنتخب الوطني، كان طارق مصطفى أحد الركائز الأساسية التي كان يعتمد عليها الجنرال الراحل محمود الجهري، حيث ساهم في تتويج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 98 بهدفه في جنوب أفريقيا بالمباراة النهائية. اعتزل طارق مصطفى واتجه إلى التدريب، حيث تولى عدة أندية داخل مصر كمدرب مساعد مع أسمنت السويس والإنتاج الحربي ومصر المقصة، كما تولى منصب المدرب العام بنادي الزمالك، ويعد أيضا أحد المدربين القلائل الذين حققوا نجاحات كبيرة خارج مصر، عندما تولى تدريب أندية هجر السعودي والدفاع الجديدي المغربي كمساعد مع المعلم حسن شحاتة، قبل أن يرحل ليتولى هو منصب المدير الفني محققا نتائج مميزة، فضلا عن اختياره عدة مرات كأحسن مدرب. وله تجارب أيضا مع أندية العروبة والفجيرة بالإمارات وسريع وادي زم المغربي، قبل أن يتولى منصب مدرب منتخب مصر في الجهاز السابق مع حسام البدري، مساهما في تأهل الفراعنة لبطولة أمم الأفريقية الحالية. طيب هناخد كلمتين بسرعة عن ذا بيست بتاعت امبارح، الأفضل بالنسبة للاتحاد الدولي، بعدين نخش على أمم أفريقيا. رأيك في الجواز بشكل عام، وهل ظلم محمد صلاح؟ ده يبقى السؤال الثاني. لا طبعا رأيي في الجواز، هو طبعا محمد صلاح طبعا يعني أنا بشوف إن وجوده في أحسن ثلاث لعيبة في العالم، أنا بشوف إن هو فخر لمحمد صلاح ولينا كلنا كمان. صحيح. كمصريين وكعرب بكل أمانة يعني. من وجهة نظري صلاح على المستوى الفردي اشتغل بشكل كبير جدا 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 على نفسه، وحقق إنجازات كبيرة جدا جدا. أشوف إن محمد صلاح على المستوى الجماعي، ودي يمكن فرقت كتير جدا جدا معاه على منتخب مصر تحديدا، يعني ما حصلش على بطولة ولا حتى على في ليفربول. في مع ليفربول أخذ أخذ، بس مش السنة اللي فاتت، أخذ دوري يعني إنجليزي وأخذ بريمي أوروبا، دوري أبطال أوروبا، بس من يعني مش السنة اللي فاتت يا كابتن. نعم. مش في الفترة اللي فيها التقييم. مظبوط. فبالتالي أنا أشوف إن بصرف النظر إن صلاح وجوده في الثلاث لعيبة
بس الحاجه اللي انا كنت مستغرب لها ان هو ازاي يبقى موجود من احسن 3 لعيبه في العالم وهو مش في التشكيل الامثل 11 اللي هم اتحطوا. فدي انا بشوف قال لك التشكيل الامثل ده بتحطه الجمعيه اللي هي بتاعه الاتحاد الدولي للمحترفين اللي هي رئيسها هنا كابتن مجدي عبد الغني. الجمعيه الرئيسيه دي 11 واحد بيحطوا. اما الثانيه دي بتعتمد على 4 طبعا عناصر، كباتن المنتخبات، مديرين فنيين منتخبات، النقاد والجماهير. بس انا بقى بتكلم يا كابتن مدحت على المستوى الفني، لان صلاح مقدم موسم ولا افضل طبعًا. فالطبيعي جدا ان هو يكون موجود من ضمن ال11. ولكن في الاول والاخر طب ترتيبه في الثلاثه هل يستحق الثالث بعد ميسي وليفاندوفسكي؟ لا انا انا يستحق الثاني. يعني حتى ميسي لما خدها المره اللي قبل ديت بالون دور ما كانش يستحقها، كان ليفاندوفسكي هو اللي يستحقها وقتها. ولكن هم انا في اعتقادي ان هم برضو خلوه ياخدها هو السنه دي. ولكن انا اشوف برضو من وجهه نظري يعني ان دي صلاح قدامه لسه المستقبل ولسه الوقت لو فضل ماشي بالمستوى اللي هو ماشي فيه دوت والناحيه التهديفيه، وان شاء الله وجوده مع منتخب مصر في البطوله دي تحديدا، انا من وجهه نظري لو منتخب مصر خد البطوله دي هيكون الامور هتختلف كتير جدا مع صلاح. تتوقع المنتخب ياخد البطوله دي ولا تتمنى؟ لا اتمنى. اتوقع من اللي انا شايفه من وجهه نظري الشخصيه، لا ما توقعش باللي انا بشوفه من خلال مستر كورش. طيب بامانه يعني عشان نسيب ملف محمد صلاح، يبقى في ليفربول ولا يرحل؟ انا اعرف ان صلاح كان عنده عرض وانا موجود في المنتخب، حتى حد كلمني عشان اكلمه كده، كان عنده عرض من ريال مدريد. وكان قال لك كان لا مش هو اللي قال لي. حد يعني حد قريب جدا منه. وكان انشيلوتي كان لما راح ريال مدريد كان ريال مدريد كان عايز تقريبا كان عايز امبابي. امبابي ولما راح انشيلوتي ريال مدريد هو طلبه بالاسم. قال انا عايز محمد صلاح. اوكي. وحصلت ساعتها مفاوضات بس ما كملتش لان صلاح تقريبا تمسك بليفربول يعني. انا اشوف ان لو جات لصلاح فرصه لريال مدريد او برشلونه انا اشوف ان لا خلاص توكل على الله ويروح مكان. هو وكيل اعماله النهارده عمل تويته مثيره للجدل وقلب الراي العام الانجليزي كله النهارده. هو طبعا هذا الوكيل شاطر جدا، وهناك اتصال مع شخصية أخرى هي ملكة التنقلات في العالم، فكتب طبعا كتب وكيل محمد صلاح رامي عباس طبعا كتب قال نحن جاهزون حاجة زي كده، فالتاني قال له وأنا جاهز واخد بالك. فدي قلبت الدنيا. هو طبعا صلاح القصة كلها أن الراجل عايز له 400,000 استرليني، وعلى فكرة وفقا للأرقام هناك طبعًا. يعني براين بتاع مانشستر سيتي بياخد ال 400 بالظبط، بياخد 400,000 استرليني بالظبط. كتير بياخدوا كده كابتن مدحت. اوباميانج بياخد 350,000 استرليني في الاسبوع بالظبط. لا صلاح ياخد 200 ليه؟ الرقم ده بالنسبه لصلاح 400 ده هو السوق هناك كده. ايوه انا في اعتقادي حتى دي بروين لما كان موجود في تشيلسي مع محمد صلاح كانوا الاثنين لو تفتكر حضرتك كابتن مدحت ما كانوش بيلعبوا مع مورينيو. ما كانوش بيلعبوا الاثنين. ما كانوش بيلعبوا مع تشيلسي، فبالتالي هم والاثنين مستواهم في تقدم كبير جدا جدا طبعا. انا اشوف ان صلاح بصراحه يستاهل يستحق بكل امانه يعني. دخيه مش عارف 320,000، شانسو سانشو 350,000 استرليني. لا صلاح في منطقه، صلاح جاب 16 هدف وعامل 9 اهداف اسيست، ودي اللي ما كانتش ودي اللي ما كانتش موجوده في صلاح اللي هو الاسيست. ودي اللي فرقت جدا كتير برضو بالزبط. مع السنه دي بقت دي حته زياده صلاح بيقدر يعملها. انا اشوف لا ان صلاح يستحق ال 400 ويستحق ال 500 كمان. لكن تتمنى بقائه في ليفربول؟ انا اتمنى يروح ريال مدريد. يروح ريال مدريد. انا اتمنى ريال مدريد بصراحه فرقه اتمنى يعني حاجات تانية كتيره جدا. ريال مدريد رقم واحد في العالم يعني بالنسبه لي. لو صلاح اتنقل للنقطه دي اعتقد هتفرق كتير جدا جدا معايا يعني. طبعا. وبنزيما النهارده برضو يعني وكيل اعماله كتب برضو تويته جباره بما يعني بيوجه كلامه الاتحاد الدولي وانتم ما بتشوفوش. يعني حتى بنزيما ما يتحطش في التشكيل بالزبط. الامثل بالظبط. بص يا كابتن حاجه غريبه جدا جداً انت بصراحة. لما تيجي تبص لها على المستوى الفني لا هي مش مستوى فني خالص. هي بتروح لحاجات تانية كتيره جدا قوي غير المستوى الفني. لان بنزيما
من افضل مواسم بنزيما، مش بس الموسم ده، مستواه ثابت بقاله سنتين مع ريال مدريد او ثلاثه، هو الهداف التاريخي دلوقتي ريال مدريد. يعني كل يعني بنزيما كمان في تحركاته لعيب راس حربه مختلف. انا بشوف يعني لعيب حريف، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف يجيب جون بشماله بيمينه بدماغه، موجود على طول في ال 18. انا اشوف ان لا اتظلم بصراحه بنزيما قوي قوي. لو بعدين عملوا جائزه خاصه لكريستيانو رونالدو كلها موائمات، هي موائمات. لكن خلينا نقول برضو عشان نبقى حقانيين، يعني هذه الجائزه الاتحاد الدولي ملوش دخل بيها. انت عارف ان طبعا اربع جهات هم اللي بيصوتوا، يعني هم بيجمعوا بيصوتوا الاصوات دي وبالنقط بيحطوها يعني. لكن في نهايه الامر امر لا يليق انه محمد صلاح ما يبقاش في التشكيل الامثل على الاقل. بالزبط. وانا موافقك هو يبقى نمره اثنين بعد ليفاندوفسكي وفقا لارقام ليفاندوفسكي وجايه لصلاح ومستوى ميسي المتراجع يعني. وكريستيانو على وشك الاعتزال. بالظبط. هذا طيب نروح بقى لامم افريقيا بعد جولتين، وهناك طبعا مجموعتين عملوا ثلاث جولات. رايك ايه في البطوله على بعضيها كده؟ هي انا بشوف ان البطوله يعني مش هي البطوله اللي الواحد كان متوقعها. المستوى التحكيم، الملاعب، مستوى حتى المنتخبات الكبيره كلها مستواها مش هو اللي الواحد كان متوقعه. بشوف ان حتى الفرق المنتخبات اللي هي الصغيره، اشوف ان هي افضل حاجه في البطوله لغايه دلوقتي. المنتخبات اللي هي الصغيره كانت بيتها عاملين اداء وعاملين نتائج بصراحه، هم اللي خلوا البطوله يعني فيها شكل شويه. والاقبال كمان الجماهيري مش هو بالظبط كده. مش هو، والاقامه كمان مش هي يعني خالص. كل حاجه بصراحه يعني ما تيجي تقارن بين البطوله دي والبطولات اللي فاتت كلها، احنا كمان في حته تانية. يعني احنا في 2019 الموضوع مختلف شكلا وموضوعا عن كل تماما. يعني انا اشوف ان البطوله دي كان في استعجال فيها بصراحه بشكل كبير جدا، ان هي تلعب وكان حصل فيها موضوع عند كده وإتو مع فانا اشوف ان هي يعني حتى لغايه دلوقتي على المستوى الفني لا، انما ممكن بعد كده ان شاء الله من دور ال 16 تبدا الامور، او حتى في مباريات ممكن من الدور ده. يعني مباراة مثلا الجزائر وكوت ديفوار زي النهارده، مباراة مثلا الجابون والمغرب كانت يعني مباراة 2-2 وكانت مباراة قوية جدا. فأنا أشوف إن المستوى كمان ممكن في الأدوار الجاية يتحسن إن شاء الله. وإمبارح يمكن الحكومة هناك قالت إن الفترة الجاية دي هتطلع المدارس بدري وهتطلع الموظفين بدري، بس دعتهم إن هم يروحوا الملاعب عشان ينجحوا البطولة. مهم جدا لأن دي لو الجماهير طبعا الجماهير هي روح كرة القدم. طبعا لما بيكون الجمهور موجود في الاستاد الموضوع بيختلف شكل ودرجة الموضوع. ودرجة الحرارة يا كابتن طارق هناك عالية جدا عشان كده كابتن ميدحت بقول لك كل حاجة في البطولة دي. يعني أنا في البداية قلت يا رب البطولة دي تكمل، أنا مش فاهمة تكمل إزاي بكل المشاكل اللي هي فيها موجودة يعني. صحيح ما عندهمش ست ملاعب على المستوى. بالظبط مع الأسف يعني. الجزائر يا كابتن ميدحت بيشتكوا من الملعب عايزين ينقلوا الملعب عشان اوريك صور مش دلوقتي متعودين. بتاعت الملعب اللي هيلعبوا فيه يوم الخميس ملعب ولا القناطر الخيريه زي ما انا قلت. بالظبط. فالكواليتي اللعيبه اللي هي عندها مهارات وعندها سرعات في الملاعب اللي زي دي تفرق معاها كتير جدا. عشان كده الماتشين بتوع المنتخب الجزائري اللي حصل معاهم كده هو حصل بسبب كبير جدا الملعب. طيب اتفرج على الملعب ده. شوف يعني الملعب يا كابتن عامل ازاي. يعني الكره تمشي ازاي. صعب جدا. وبعدين انت بتتكلم على لعيبه بتلعب في اوروبا على سجاد. ما هو بقى الاختلاف هنا. عشان كده هو هنا مش هيقدر يطلع كل القدرات ان امكانياته يطلعها. فبالتالي لا يعني ده الرايش ده اللي طلع. لا مش ممكن يعني. مش معقول. لا صعب. وبعدين صعب. طلبوا ان هم يغيروا الملعب، طبعا اصدقائنا واخواتنا في الجزائر قالوا لا هيتلعب عليه برضه. هيتلعب عليه وقال لك احنا بنصلح. بتصلح ايه؟ ده عايز ملعب تاني. بالظبط. يعني عايز ملعب تاني الحقيقه يعني. بالظبط. هي طبعا الكاميرون انت عارف كانت هي المفروض تستضيف البطوله اللي فاتت. ايوه. وبعدين ما كانتش جاهزه فعلا اخذناها. فهي اصرت تاخد البطوله. وبعدين ما كانش ينفع التراجع لانه الكاميرون صرفت فوق ال 2 مليار. ايوه لا صح. والاتحاد الافريقي اخذ له بتاع 800 مليون يورو تسويق. فكان صعب ان هي تتاجل. كان صعب جدا. عشان كده كان لازم تتلعب. اتمنى لما تتلعب بقى ما تتلعبش في الوقت ده يا كابتن مدحت. يعني تتلعب زي ما كانت قبل كده في شهر 6 يعني. عشان اللعيبه كلها تبقى الجو طبعا. كل حاجه جو اللعيبه كمان حتى كل اللعيبه تكون موجودين. المحترفين وكل لعيبه اصلا بدنيا كمان تكون واقفه على اللعيبه بشكل كويس، ما يكونش في وسط الموسم يعني. اخذوا قرار من النسخه جاهبه كده ان شاء الله عشان ما تصطدمش ببطولات اوروبا. بالظبط كده. النهارده مثلا ليفربول بيلعب من غير ثلاثه مهمين جدا. بالظبط. ساديو ماني طبعا ومحمد صلاح كيتا. ونبي كيتا. نبي كيتا جاب جون عالمي النهارده. ولو انه شامبرلين لعب الماتش اللي فات
وليفربول كسبوا 3 لعبوا مكان محمد صلاح. أيوه. وجاب حته جون. شفت انت شفت الماتش طار براسه وجابها جون وبتاع. كسبوا 3 وقال لك يورجن كلوب خبيث برضه قال لك يعني احنا لاعبنا تشامبرلين ناحيه اليمين ولعله يكون يعني اخذ استحسانكم يعني. أيوه. هو بيرمي وبيهبط. عارف تشامبرلين بيلعب في كذا مكان يعني بصراحه هايل لعيب جميل. لما اداله الثقه لعب بدا في الارصه وكان ماشي كويس قوي معاه جدا وبيلعب في كذا مكان فدي ميزه يعني للمدرب يعني. وشويط قوي. طيب مصر بكره مع السودان شايف الماتش ده ازاي؟ السودان احنا اتفقنا بقى دلوقتي ما فيش فرقه صغيره. وحتى السودان لما لعبت مع غينيا بيساو اللي احنا كسبناها 1-0 بالعافيه تعادلت وعملت ماتش قوي جدا معها جدا يعني. بالظبط. فرايك ايه في الماتش على بعضه؟ هو طبعا ان شاء الله يعني بالتوفيق بكره المنتخب مصر ان شاء الله 3 نقاط مهمين جدا ونصعد. وانا اشوف ان المباريات بالنسبه للمنتخب يعني احنا كنا دايما يا كابتن مدحت الماتشين بنكون صعدنا والماتش الثالث بنكون ان تحصيل حاصل فبتقدر تجرب فيه تنزل 3-4 لعيبه مجهدين عندك فبتريحهم فبتدي 3-4 لعيبه ثاني الماتش الثالث فانت بتبقى انت ايه عارف انت بتعمل ايه. صح. انا اشوف من وجهه نظري الشخصيه اللي عمل علامه الاستفهام دي اشوف ان مستر كروش. لان البدايه بالنسبه لنا ما كانتش كويسه. ودايما انت ودايما انت ما بتبدا في البطولات اللي زي دي البدايه بتبقى مهمه جدا. انا اشوف مباراه نيجيريا تحديدا يعني كل اخطاء كره القدم حصلت في هذه المباراه. في كل حاجه بصراحه. تشكيل، تغيير، توظيف لعيبه، يعني اشوف ان هو حتى توظيفه لبعض اللعيبه ودي علامه استفهام بالنسبه لي بالخبره الكبيره بالسي في الكبير دوت بالامكانيات اللي انت وصلت لها توظف تريزيجيه في نص الملعب مش فاهمها. يعني قبل كده في البطوله العربيه حطيت ايمن اشرف في لعيبه يا كابتن مدحت ما ينفعش تلعب في نص الملعب في لعيبه يعني الكواليتي بتاعها مختلف. نص الملعب ده لازم لعيبه تعرف تسلم تستلم تعرف تتحرك لقدام تعمل الدور اللي هو نمره 8 اللي هو حلقه الوصل اللي ما بين. طالما انت عايز تلعب 4-3-3 يبقى لازم الاثنين اللي قدام الراجل رقم 6 ده 8 يشتغلوا بشكل مختلف شويه. انت الماتش اللي فات حطيت عبد الله السعيد وانا عاذر عبد الله السعيد لان عبد الله السعيد عشان تلعبه 8 تلعبه 20 25 دقيقه 30 دقيقه انما تبدا من البدايه ولا كبديل؟ لا كبديل. هتبدا بيه تلعب بيه 10 وتلعب 4-2-3-1 وده اللي انا اتمنى اشوفه بكره. ما اشوفش 4-3-3 اللي احنا بنشوفها اللي هو حمدي اللي هو السوليه اللي هو ايمن اشرف اللي هو مش عارف. لا ايمن اشرف باك ليفت ما فيش غيره. كده لا انا قصدي هو بيحاول يشوف نمره 8 ده اللي يلعب فيها مره تريزيجيه مره ايمن اشرف مره عبد الله السعيد مره قبل كده كان أشرف. مره لعب لما كان موجود طارق حامد وحمدي فتحي والسوليه مش هيدوك اللي انت عايزه. لانك بتفصل نص الملعب ده عن الثلاثه اللي على الورق تبان ان هي متماسكه بس على ارض الواقع لا خالص. لان يا كابتن مدحت التحرك بتاع اللعيبه دي مختلف شويه. فانا اشوف من وجهه نظري الشخصيه هو بكره مع احترام المنتخب السوداني لازم هو يلعب حتى لو هيلعب 4-3-3 يكون اللعيب الثالث اللي في نص الملعب هو عنده 2 اللي موجودين دلوقتي في المنتخب يقدروا يعملوه. يقدروا يعملوا نمره 8 كويس. مين هو؟ زيزو وامام عاشور. زيزو وامام عاشور. هم الاثنين امام عاشور لم يشارك خالص. ما هم دول ما هو كابتن مدحت هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب. ثلاثه في نص الملعب دول انت خلاص بتلعب ما ينفعش. يعني الماتش اللي فات كابتن مدحت هو بيلعب بالثلاثه بيلعب السوليه هو نمره 6 مش ممكن والنني هو اللي قدامه مش ممكن. يعني 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 لازم تلعب يعني النني ممكن يلعب 6 زي ما بيلعب في قرصة لعيبه من اللعيبه اللي بتعرف تسلم وتستلم كويس قوي. السوليه لعيب مختلف هو الوحيد اللي ممكن يعمل نمره 8 انه بيزيد وحصلت في اثناء المباراه يا اما زاد السوليه وعمل الثرو لمحمد صلاح يا اما زاد السوليه وشاط مرتين. لازم تبقى انت النمره 8 ده قريب من الجون يبقى حلقه وصل كويسه مع الناس اللي هم اللي موجودين الثلاثه اللي قدام. فانا اشوف يعني اشوف ان هو الماتش اللي فات اول مره يعمل توظيف اللعيبه كان كويس ما عدا عبد الله السعيد كل اللعيبه كانت في اماكنها عكس الماتشات اللي فاتت كلها. فانا اشوف ان دي نقطه ايجابيه ان هو عملها ان هو بدا يرجع اللعيبه كل واحد في مكانه. بالظبط كده. وده الطبيعي المفروض من الاول يعني وده الطبيعي المفروض من الاول. انا اشوف بقى طريقه اللعب اللي تناسب
اللعيبه اللي موجوده معايا، انا اللعيبه اللي موجوده معايا ما تناسبش طريقه 4-3-3، فمش عند، لازم تلعب 4-2-3-1 وعندك الامكانيات. مش هيلعب 4-2-3-1 قولا واحدا، يبقى يعمل ايه يا كابتن مدحت؟ يبقى ما ينفعش تحط عبد الله السعيد هنا وحمدي فتحي هنا والصولي هنا او النني هنا، وده مش هيدوك الاضافه او يدوك اللي انت عايزه. يعني انت في تصورك هناك تشكيل في ذهنك عايز تقوله لي، وكمان عايز اسالك لانه بكره السودان ما عندهاش الا المكسب. ده الامل الوحيد، عندها نقطه. ايوه عندها، وبالتالي نقطه واحده كمان ما تنفعهاش. ومن ثم ربما تلعبك بشكل هجومي لان التعادل ما ينفعهاش. بالظبط. هل الشكل الهجومي اللي منتظر يلعب بيه منتخب السودان يملي على كيروش طريقه اداء معينه وتشكيل معين؟ تجاوبني ولكن بعد الفاصل. طيب احنا كان سؤالنا فيما يتعلق بان السودان ما عندوش الا انه يكسب لان عنده نقطه واحده، التعادل ما ينفعوش. هيفتح الطريقه المثلى لكيروش والتشكيل. طب انا اشوف لو السودان فتحت المباراه ده في مصلحتنا احنا، هل عندها اختيار اخر من وجهه نظرك؟ هي ما عندهاش، بس مع احترامي للمنتخب السودان لو فتح معانا المباراه بدري اعتقد الامور بالنسبه لنا هتبقى سهله. انما هو الطبيعي بيلعب منتخب مصر وبيلعب النجوم وبيلعب حامل 7 ألقاب والتاريخ وكل حاجه، فبالتالي هيعمل ايه؟ اكيد هيدافع من تلتين ملعب، مش هيفتح الملعب قوي. يعني اكيد هيدافع بدايه، مش تريزيجيه اللي يبدا بدايه ماتش نيجيري. طبعا تريزيجيه انت ككوتش يعني كان المفروض تديله بالتدريج، تديله 25 دقيقة، تديله شوت ماتش تاني، تبدأ بيه الماتش التالت اللي هو المفروض ده. فأنت حتى لما لعبت تريزيجيه في نص الملعب وهو مش جاهز ولعبته ناحية اليمين، فده دليل إن الراجل ده، وفعلا دي حقيقة في تريزيجيه، لعيب لما بيكون موجود في الملعب وجاهز وفورمة بيفرق كتير جدا جدا مع المنتخب ومع صلاح. طبعا. لأنه بيعمل مجهود غير طبيعي وبيشتغل على الخط بشكل كبير جدا. أنا أشوف إن مرموش في الماتشين اللي فاتوا مش هو مرموش اللي كان أول بالظبط كده. والماتش اللي فات تحديدا كان أسوأ من اللي قبليه لأنه كان بيمسك كرة كتير، وأنت في اللعب الحديث أنت عايز الكرة اللي تشتغل مش عايز جري بالكرة كتير. هو لما حط تريزيجيه في نص الملعب ناحية اليمين مش حاطه ناحية الشمال كمان في ماتش نيجيريا فظلمه. فجيت الماتش التاني قعدت احتياطي ونزلته، فهو مقتنع بتريزيجيه أكتر من رمضان. هو لكن انت اللي اخترت دلوقتي. طبعا انا مقتنع بتريزيجيه. هل بدنيا شايفه جاهز؟ انا عايز تريزيجيه يبدا يعني على الاقل يلعب لي مثلا شوط او 60 دقيقه. اوكي. لان تريزيجيه انا عايز في مباراه السودان يا كابتن مدحت منتخب السودان انا عايز افتح الملعب. لان هم انا بشوف ان هم هيدافعوا بشكل كبير جدا وفي نص الملعب وهيامنوا، فالملعب هيبقى زحمه، فانا عايز افتح الملعب بصلاح وعايز افتح الملعب بتريزيجيه ومصطفى واحط زيزو، ما هو ده دور زيزو بقى عشان لما صلاح يخش جوه ان زيزو يقدر يتحرك ناحيه اليمين وتبدا انت عندك كثافه عدديه مع السوليه مع زيزو مع عمر كمال عبد الواحد. فبالتالي انا اشوف ان لو اشتغلنا بالشكل ده وضغطت ضغط عالي لا انا اشوف ان الامور هتبقى كويسه. طب ليه ما فكرتش في رمضان صبحي؟ رمضان ايه ميزه تريزيجيه عن رمضان حاليا؟ ان رمضان ما لعبش ولا لعب شويه في ماتش نزل بديل في ماتش لعب حاجه بسيطه قوي. بس رمضان انا من وجهه نظري يعني اللي هو ماتش نيجيريا انا بشوف ان رمضان من اللعيبه اللي في المكان ده لعيبه جيده جدا ولكن انا بحب استغل رمضان في اخر تلت ساعه نص ساعه بيبقى في مساحات يا كابتن مدحت وهو عافيجي واحد بيقدر يعدي وبيروح وبيخش ال 18. انا عايز دايما اوقف لانه هيبقى في زحمه جوه، فرمضان في البدايه اعتقد ان الامور هتبقى بالنسبه له صعبه يعني. انما في 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 الماتش ده ماتش ليبيا اللي قدامنا ده ماتش ليبيا ده ماتش ليبيا هناك وده من الماتشات اهو زي رمضان كده الحاجات دي اللي انا يقدر واحد يقدر يعدي ويعرف يرقص ويلعبها بالعرض. بس انا بشوف ان بدايه المباراه هتبقى لا محتاجه تريزيجيه، وانت تريزيجيه يعني طالما عايز تجهزه لان انت واخد تريزيجيه وهو بعيد كل البعد. صحيح. ويمكن هو كان المفروض رقم 3 بالفتره الكبيره اللي هو قعدها، المفروض عمر مرموش، المفروض رمضان، المفروض تريزيجيه. فانت لما بدات بتريزيجيه فده بالنسبه لك لا انت عارف امكانيات تريزيجيه وتريزيجيه رقم وفعلا كده. بس اديله بقى يعني انت اديله في مكانه وخد منه اللي انت عايزه في 60 دقيقه شوط وبعد كده طلعه وبعد كده نزل بديل ما فيش مشكله. خطوره السودان انت اكيد اتفرجت عليهم، خطورتهم ايه بالنسبه لنا؟ يعني ايه مصادر خطورتهم؟
بص يا كابتن مدحت، هم يعني هم بيعتبر من اقل منتخبات المجموعه يعني. بس انا اشوف برضو ان هم اولاد صغيرين، بيجروا كتير جدا، مفيش حاجه بيبكوا عليها. هم مستواهم بالبطوله العربيه خلاهم مختلفين شويه، مدرب جديد، لعيبه جديده، لعيبه صغيره، كانوا متوقعين ان هم يبقوا افضل من كده في الامكانيات، ولكن هي امكانياتهم كده. فانا اشوف ان انت عملوا ماتش مش وحش قدام غينيا بيساوي على فكره، طبعا، وجابوا جون وكان عندهم ونيجيريا ونيجيريا كمان، وكمان ماتش نيجيريا وجابوا جون في الاخر بالظبط، يعني جايبين جونين. ايوه، يعني اللي عايز اقوله ان انت ما تديهمش الفرصه كابتن مدحت ان هم الوقت، انت بتاخد وقت كبير جدا 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 عشان تخش في الجيم. ايوه، عشان كده بقول لحضرتك انت المطلوب مننا احنا منتخب مصر بكره رقم واحد الروح، دي اساس لا خلاف عليها. الحاجه الثانيه اللي انت تضغط ضغط عالي من قدام عشان تسهل الامور على نفسك، عشان تبدا ان انت لما ربنا يكرمك وتجيب جول تاخد ثقه للي جاي، مش للماتش، للي جاي، الادوار اللي جايه دور 16 او دور الثمانيه. فبالتالي لازم اللعيبه، لان اللعيبه كلها مضغوطه، انا عارف ان اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه لمصر وعايزه تعمل حاجه لنفسها. اتمنى ان حته الروح دي تكون موجوده، لان دي بتتغلب فيها على اي حاجه. وانا شايف ان الماتش اللي فات بصراحه كان احسن من مباراه نيجيريا في موضوع ما فيش شك. الجزائر هتكسب كوت ديفوار يوم الخميس؟ انا بشوف ان الجزائر مشكلتها الوحيده في الملعب. انا اشوف امكانياتهم وهم عملوا الماتشين اللي فاتوا، يمكن هم ضيعوا جوان كتيره جدا من اكتر المنتخبات اللي راحت للجون، صحيح، ولكن ما فيش حظ. بس انا بشوف ان برضو ان اللعيبه المحترفين او اللعيبه الكبار في المنتخبات كلها لسه ما ادوناش الاضافه بصراحه. اشوف ان لا، انا اتوقع ان الجزائر المباراه دي هتكون مختلفه وهتكسب ان شاء الله. لو القرار بايدك وفي دور ال 16 نلتقي مع كوت ديفوار ولا نلتقي مع غينيا اذا ده حصل؟ لانه دول في سكتنا واحنا تاني. انا اشوف كوت ديفوار. نقابل كوت ديفوار؟ يا راجل، انا شفت منتخب طبعا غينيا اقوى كابتن. انا شفت منتخب غينيا بيلعبوا كوره حديثه وكوره محترمه جدا. انا اتفاجئت بمنتخب غينيا، اتفاجئت بمنتخب غينيا فعلا، يعني بدليل ان هو انت شايفه دلوقتي عامل ازاي، يعني كنقاط يعني. طبعا. انا يعني انا شفتهم مختلفين غير قبل كده. انت عندك ثلاثة غينيا، خلي بالك دي افضل. ايوه طبعا. فانا اشوف دي غينيا اللي هي الغينيا الاستوائيه. انا اشوف عندهم ثلاث نقط وكوت ديفوار أربعة. ده الترتيب تانيهم. هم هيكسبوا الماتش الجاي وهيبقى عندهم ست نقاط. هيلعبوا سيراليون. بالظبط كده، لو الجزائر كسبت كوت ديفوار هم هيلعبوا سيراليون، ممكن يكسبوا الماتش ويبقوا ست نقاط، فانت تلعبهم. انا اشوف ان منتخب، انا شفته منتخب محترم جدا وعنده لعيبه كتيره جدا جدا، الكواليتي بتاعها كويس قوي. يعني نلاعب كوت ديفوار افضل. انا بس انا في المقدمه قلت ادوني غينيا، نغير بقى ادوني كوت ديفوار. لا، هو بص يا كابتن مدحت، هو هنا المهم احنا عايزين ايه. فبالتالي انا اشوف ان شاء الله منتخب مصر باذن الله واللعيبه فرصه بالنسبه لهم، بطوله كل المنتخبات الكبيره مش في الفورمه بتاعتها، صحيح، وسهل جدا ان انت مع الوقت مع الثقه تمشي فتاخد البطوله فتتحسب لكل اللعيبه. فده سي في بالنسبه لك. والله السكه رايحه لدول الاربعه، رايحه لدول الاربعه ان شاء الله، لان عدم اصطدامك بالجزائر قولا واحدا كان يبقى ماتش صعب. بالظبط. صعب بكل المقاييس. بالظبط. كون ان الجزائر من عند المولى سبحانه وتعالى مش هيبقى اول، بس هيتاهل ان شاء الله، ممكن ده ربك بقى كاتبها لنا عشان نعدي. بالظبط يا رب. والجزائر وتطلع لنا فرقه كمان من الكبار، يعني لو الجزائر وصلت اعتقد ان شاء الله. ايوه طبعا. بالظبط كده. كابتن طارق شرفت ونورت. حبيبي يا كابتن مدحت، انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. مع فقره تاريخيه هامه جدا، ولكن بعد الفاصل.